وين متجهين ان شاء الله؟ ان شاء الله طالعين من مدينة الكفرة الى منطقة ربيان لتقييم الوضع. الله أكبر الله أكبر. بوكا مسيطر على الوضع يا بوكا، مسيطر على الوضع. اي زميت يا شيخ، يا ريت ديما هاني بلا زغره. ما مرتال قلت لك جن جن تشيت من الرقم جن. ها قلت لك شنو هذه؟ فبراير اصيل دائما ولا يترك وطني ابدا.
وما زالوا امامهم الكثير وما زالوا يعطوا الكثير. اي اضافه اخيره؟ اضيفتهم الى لك الصحه والعافيه والجواب. اسمعين ليبيا من مكافحة الطاغية ان شاء الله، مكافحة الفساد ان شاء الله توا ان شاء الله ان شاء الله ربي يلف الداد بينا ان شاء الله. صح هم ساكنين على السلكي شويه لكن مش مشكله. الله غير الطاغية واحده ولا ابو الله ربي يحفظنا يا الله. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. الحمد لله شكرا. طيب الحمد لله رب العالمين والناس اهتمت وباذن الله ماشيين صلاح. دورة حقيقية لتنازل الكفرة في درع ليبيا. والله الحمد لله رب العالمين. واسمك كاسم درع ليبيا؟ والله كاسم ما شاء الله وحمال الدولة بإذن الله. نسأل الله أن يصلح حال البلاد والعباد. إن شاء الله إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. الله أمورك. مرحبا. طيب قبل ما نخش على سيرة الصحة والنصر والربيانة شنو؟ والله إحساسك أنت هكي وأنت قاعد مع الشباب. والله شعور جميل ونحن قاعدين درع ليبيا. درع ليبيا يعني هي اللي تلقى اي ضربه ان كانت اي كان وجدت يعني، وهي اللي قدامكم هي تو تخش على الصحراء لتستطلع الوضع وتشوف. وان شاء الله خير ان شاء الله ما نكثر خير. في رحلة واحدة والله ان شاء الله استطلوا مطبخ ديانا وان شاء الله الامور هي كويسة يعني. قوتنا كلهم جميعين وماناش يعني حد يعني غريب على الداد يعني. ويبدو يعتبر يعني قوة اسنان الجيش. اكيد قوة اسنان الجيش وقوتنا في الجيش الوطني. هم اللي دربونا على السلاح، هم اللي ورونا كيف نشتغلوا يعني. بلاهم احنا راهم كيف من يحارب بسيف يعني. لكن يبدو ان القوة اللي جمعت وانطلقت بغازي الكفرة الله سبحانه وتعالى نصرها بالرعب قبل وصولها يعني. ففي يعني سمعنا اخبار ان كان في اجانب واول ما سمعوا بالقوة اللي جاية عرفوا اخذوا مكاناتهم وطلعوا على طول. تعرفوا بيه؟ بسم الله العقيد بتاع الصبيطي الجيش الوطني مجموعة عمليات الجبهة الشرقية. تواجدك مع الثوار في درع ليبيا في رحلة واحدة الآن لمنطقة ربيانة، شو شعورك؟ والله شعوري 100 100. أعرف ناس كويسين ومتعلمين وأقوياء، حتى جاية الرعب هذه جاية الواجد هذه نقتشطها والله بدون ما نلاقوا أي مشاكل. عندك عقيدك في الجيش لما تلقى اسمك اسم درع ليبيا هيك الناس متحمسين لحماية الوطن، شو يكون شعورك؟ كمواطن قبل كيف أكون؟ كمواطن تاير عرفت هذا شعور واحد طبعا يفرح على شيء قال لي بيك كله ما عرفت يتبهدل. طبعاً نقول هذا كوش تفرق وكوش بارك الله فيك جميعا إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف حالك؟ تمام. هيك وانت من احد افراد درع ليبيا يعني ومتفاجئين ان المنطقه حدوديه الربيان، شنو شعورك وانت ماشي يعني تامن في منطقه من المناطق الحدوديه في ليبيا؟ والله كفرد من افراد درع ليبيا والله تحس بارتياح هكا. اما عندنا اشياء جميله يعني، بلاد وربيانا تعتبر من بلاد جميله، مناطق جميله في الصحراء ليبيا. لنا الشرف ان نمشي نشوفوها ونكونوا عندنا الافراد اللي شاركوا في التحرير وشاركوا في هنئها اهلها. بارك الله فيك. بارك الله. كم مداها من دار هذا؟ والله ما من 2.5 ل 3 كيلو. انت كفرد من افراد درع ليبيا، شنو رايك في الرحله؟ لا رحله ما شاء الله ومبسوطين فيها
لان ان شاء الله ماشي نامنوا في منطقه الربيان احد مناطق ليبيا حبيبنا. ان شاء الله ان شاء الله ربي يسرنا ان شاء الله. الله اكبر عليك والله الله اكبر. يا بوكا ما عرفنا قائد ميداني والله تصوير والله سواق والله كله اكبر. الحمد لله اخوك ما شاء الله فرع ليبيا من تقرير ربيانا وفقكم الله في الموضوع ان شاء الله. الله اكبر.